بسم الله الرحمن الرحيم. اخر طوبيك بقى معانا هنتكلم عن انواع البرايفت وين. عندي كام، احنا طبعا لو تفتكروا كنا اتكلمنا الاول على انواع الوين وقسمناها لتو كاتيجوريز، بابليك وين وبرايفت وين. بابليك وين لو انا حبيت ان انا اطلع على الانترنت، لكن برايفت وين يعني انا عندي الشركه بتاعتي وعايزه اوصل الهيد كوارتر الفرع الرئيسي بالبرانشز بتوعي، تمام. وكنا قلنا ان اول جيل خالص ظهر من البرايفت وين كان اسمه السيركت سويتشنج. ايه السيركت سويتشنج ده؟ على سبيل المثال زي بروتوكول بوينت تو بوينت، زي بروتوكول اتش دي ال سي، تمام. طيب في بعد كده الجيل اللي بعديه على طول كان نوعه الباكت، ها ايوه الباكت سويتشنج. زي مين؟ زي تكنولوجي الاكس دوت 25 اللي انقرضت، زي بالظبط الفريم ريلي، زي كمان ها الاي تي ام، تمام. بعد كده ظهر عندي جيل ثالث اسمه، او عشان اربط يعني الفروق ببعضيها، اللي هي الام بي ال اس، تمام. وشفنا يعني يعتبر هنت كده بسيطه، وعملنا لاب واحد بس كده بسيط على الام بي ال اس، ازاي اربط الفروع بتاعتي اساسا عن طريق الام بي ال اس، عن طريق ان انا هوصلهم بلاير 3 في بي ان. يعني ايه ده اللي احنا كنا عملناه المره اللي فاتت عن طريق فيتشر اسمه ال في ار اف، فيرتشوال راوتينج اند فوروردنج. يعني معنى كده ان كنا قلنا ان كل كاستمر هيبقى له راوتينج تيبل على نفس الفيزيكال سويتش، يعني لوجيكالي قسمنا اصلا على نفس، سوري الفيزيكال راوتر. يعني معنى كده ان الفيزيكال راوتر قسمته اساسا فيرتشوالي لكذا سب راوتر، لكذا راوتر تخيليين، تمام. بس قلنا ان الفي ار اف معتمد اصلا على لير على الام بي ال اس، فعشان كده اخذنا المره اللي فاتت فيرجن بسيط من الفي ار اف كان اسمه ايه؟ لايت، تمام. عشان اقدر ان انا اوصل الفروع برضو ببعضيها ممكن ان انا اوصلهم عن طريق في بي ان. واخدنا حتى الفي بي ان ايام ال ان اي واتكلمنا عنه نظري، وفي ناس منكم كنت عملت لهم اللاب بتاعهم اساسا، تمام. اللي علينا في الكورس بتاعنا بقى يعتبر جيل جديد من الفي بي ان اسمه دي ام في بي ان. دي ام في بي ان دايناميك مولتي بروتوكول في بي ان، تمام. ايه بقى حوار الدي ام في بي ان ده؟ دايناميك مولتي بروتوكول في بي ان، فيرتشوال برايفت نتورك. ايه حوار الدي ام في بي ان؟ نشرح الاول كده ايه هي البروتوكولات اللي كانت بتقوم لي الفي بي ان. ها حد فاكر البروتوكولات اللي كانت بتقوم لي الفي بي ان؟ اول بروتوكول كان بيقوم لي الفي بي ان كنا قلنا اسمه جي ار اي، وده عملنا اللاب بتاعه جينيريك راوتينج انكابسوليشن، تمام. كان في مايكروسوفت برضو عامله بروتوكول اسمه بوينت تو بوينت تانلينج بروتوكول، في كمان بروتوكول لاير 2 تانلينج بروتوكول، في كمان مايكروسوفت كانت عملت اس اس تي بي تانلينج بروتوكول، سكيور سوكت تانلينج بروتوكول. مستو عن اللاير 2 تانلينج بروتوكول انه اساسا شغال على بورت 443، يعني انا دلوقتي لو في فاير وول مش محتاجه افتح له بورت زياده، لان معظم الشركات بتفتح بورت 80 و443 على الفاير وولز بتاعتها، تمام. في كمان اي بي سيك، وكنا اللي احنا عملناه بايدينا اللي هو مين؟ الجي ار اي، تمام. فانا عايزه الاول افتكر الجي ار اي كان بيشتغل ازاي وفكرته ايه، وبناء عليها نقدر نستوعب الدي ام في بي ان. لو رجعنا كويس على الجي ار اي وفهمناه كويس هنقدر نستوعب مين؟ الدي ام في بي ان. نفتكر كده بقى على السريع الجي ار اي كان بيعمل ايه. جينيريك راوتينج انكابسوليشن. ايه حوار بقى الجي ار اي؟ كنا عملنا لاب بسيط، ده الراوتر بتاع الاي اس بي، وكان متوصل بتو راوترز، الراوتر بتاع الهيد كوارتر ده بتاع الاي اس بي، وده بتاع الفرع الرئيسي للشركه بتاعتي الهيد كوارتر، وده بتاع البرانش، تمام. وطبعا الهيد كوارتر عنده وراه شبكات، والبرانش هو كمان وراه شبكات. انا عايزه دلوقتي الفرع ده يقدر يوصل للفرع ده من غير ما الاي اس بي يبقى شايف الراوتنج تيبل بتاعه، لا الشبكه الفرعيه دي او شبكه اللان دي ولا شبكه اللان دي، تمام. كنا عملنا ايه؟ لو نفتكر كده كنت كريت تانل وهمي ما بين الهيد كوارتر وما بين البرنش. والتانل الوهمي ده كنت بكريته ازاي؟ الكرياته بتاعته كانت اسهل مما نتخيل. كنت بكريت انترفيس وهمي اسمه تانل سي مثلا اي رقم، وكنت بقول له تانل سورس، مين هو السورس بتاعي؟
بحدد يا اما الاي دي يا اما اسم الانترفيس ده. تمام، زي مثلا افترض ان الانترفيس ده فاست 0 على 0، ده الانترفيس اللي مقابل للاي اس بي. بعد كده كنت بقول له تانل ديستنيشن، مين هو الديستنيشن بتاعي؟ الاي دي بتاع البرانش الطرف ده. هفترض ان البابليك اي دي ده 11003 مثلا. تمام، اخر حاجه كنت بقول له ايه؟ انا كده حددت السورس والديستنيشن، كان المفروض كمان ان انا ادي الاي بي او ادي التانل ده اي بي ادرس. الاي بي ادرس اللي كنت بديله للتانل كنت بديله اي بي برايفت، كنت بديله اي بي ايه؟ برايفت. فاللي كان بيحصل اللي كان بيحصل تاني، اولا ده تاني عشان ما نتوهش كده، ده فاست 0 اوفر 0 ده اللي موجود دلوقتي عندي في الكونفيجريشن، وده الاي بي اللي هو 11003. تمام، وكانت اللانات اللي تحت دي كلها بتشوف بعضيها عن طريق مين؟ عن طريق التانل. وكنت تحت بشغل اي راوتنج بروتوكول، سي مثلا كنا شغلنا مع بعض بروتوكول على ما اتذكر، كنا شغلنا بروتوكول او اس تي اف. الاو اس تي اف شغلته على مين؟ على اللانات اللي تحت وعلى التانل. وبالتالي الاي اس بي يعرف اي حاجه نهائي اساسا عن شبكه اللان بتاعتي. يبقى معنى كده ان الابديت بتاع الفيلا اللانات اللي تحت بيعدي منين؟ من التانل. هو في واقع الامر بيمشي على الفيزيكال انترفيس، لكن هو الراوتر مهيئ له ان هو بيمشي عن طريق التانل. وساعتها الهيد كوارتر والبرانش بيعتبروا نفسهم ان هم بوينت تو بوينت كونكتد، بوينت تو بوينت. ده اللي احنا كنا عملناه ايام الجي ار اي يا اسامه. تمام، افرض دلوقتي الدنيا بدات تكبر مني، بمعنى بقى عندي برانش كمان وبرانش كمان وبرانش كمان، الدنيا بدات تكبر اهي، ادي برانش برانش، وانا عايزه اخلي البرانشز دي كلها يشوفوا بعضيهم. يعني معنى كده ان انا على الهيد كوارتر هقول له ايه؟ التانل سورس كذا والتانل ديستنيشن، مره هديله الاي بي ده ومره هديله الاي بي ده ومره هديله ده ومره هديله ده، او بمعنى ادق يعني عشان ما نتوهش نفسنا، مش تحت نفس التانل، مش تحت نفس التانل زيرو، اقصد ان هكريت اكتر من تانل، اقصد ان هكريت ايه؟ اكتر من تانل على الهيد كوارتر. وهاجي على البرانش ده برانش 1 عشان يشوف برانش 2، هكريت ما بينهم تانل، والبرانش ده عشان يشوف اللي بعديه تانل، وده تانل، طب وده محتاج تانل مع ده وتانل مع ده. ايه وجع القلب ده؟ صح، انتوا متخيلين كميه الكونفيجريشن الكومبليكيتد اللي مطلوب مني ان انا اعملها؟ لو عندي 100 برانش مطلوب مني كام امر؟ انسوا بقى، عدوا بقى. صح، تمام. علشان كده طلع الفيتشر اللي اسمه او اللي انا بعتبره اختراع الدي ام في بي ان، الدايناميك مولتي بروتوكول في بي ان. ده هيحل لي مشكله ان انا لو عندي برانشز كتير مش محتاجه ساعتها ان انا اكتب اوامر كتير. تمام كده، فكرته ايه؟ نفس اللاب اللي احنا هنعمله دلوقتي، ده البرانش ده، سوري الراوتر بتاع الاي اس بي، وهعمل عندي 3 برانش، ادي واحد الثاني الثالث. الراوتر اللي فوق ده بتاع الاي اس بي، هعتبره ده ار 1، وده بتاع الاي اس بي تحت ده ار 2، وده اللي هيبقى الهيد كوارتر اوفيس، ده برانش نسميه ار 3، وده برانش 1، ده راوتر 4، وده برانش 2. تمام، ايه رايكم ان الكونفيجريشن بتاعتي هتبقى سيمبل جدا؟ انا هكريت تانل سورس لان السورس هو امر واحد اللي بكتبه، لكن مش هقول له تانل ديستنيشن. امال هعمل ايه؟ قال لك دلوقتي الكومبوننت بتاعت الدي ام في بي ان، انا ملخصه لكم كل ده اصلا في ملف عشان ما تتوهوش. الدي ام في بي ان عشان يشتغل اولا ماست السيف انه يكون انيبلد، ما ينفعش انك تشغل الدي ام في بي ان والسيف اصلا ديسيبلد. تمام، حاجه كمان، البروتوكول ده الدي ام في بي ان معتمد باي ديفولت، انا اقصد ما تجيليش على جيل قديم من الراوترز مثلا وتشغل عليه، او ان انت توقف السيف وتقول تشغل عليه دي ام في بي ان، مش هينفع. تمام، طيب الدي ام في بي ان معتمد على اكستنشن من بروتوكول جي ار اي اسمه مولتي بوينت جي ار اي. اكستنشن من جي ار اي اسمه ايه يا شباب؟ مولتي بوينت جي ار اي. تمام، وهحتاج كمان بروتوكول اسمه ان اتش ار بي، نيكست هوب ريزوليوشن بروتوكول. ايه فكرته؟ ايه فكره البروتوكول ده؟ قال لك ساعتها ار 3 مع نفسهم كده عن طريق البروتوكول ال ان اتش ار بي هيروحوا اصلا للهيد كوارتر اوفيس ويعملوا ريجستريشن للتانل اي دي بتاعهم عنده. بمعنى
المفروض ان ار 3 هيبقى عنده 2 اي بي دلوقتي اللي انا انترستد ان انا اعرفهم، الاي بي بتاع البابليك والاي بي بتاع التانل. مش الفكره تاني ان التانل لازم اكون عارفه الديستنيشن اي بي بتاعه كم. انا مش عايزه ان انا احدد التانل ديستنيشن بنفسي، لان زي ما قلت لكم لو عندي 100 برانش انا هضطر اكتب الامر ده 99 مره على كل راوتر، صح؟ فده طبعا لود جامد. علشان كده بروتوكول ال NHRB هيعمل ايه؟ هيخلي البرانشز هي نفسها تروح اصلا للهيد كوارتر اوفيس تقول له ايه التانل بتاعي، الاي بي بتاع التانل بتاعي سي مثلا 192.168.1.2، تمام؟ وعشان توصل لي هتوصل لي عن طريق البابليك اي بي اللي عندي انا اللي هو سي مثلا 11003، تمام؟ ار2 هيعمل ايه؟ هيمسك المعلومات دي كلها يحطها في مابنج تيبل. يحطها في ايه؟ مابنج تيبل. المابنج تيبل ده جوه مين؟ جواه التانل اي بي. التانل ده هنعمله دلوقتي اوتوماتيكي، يعني الكاري دلوقتي اوتوماتيكي، تمام؟ طبعا السورس زي ما اتفقنا انت اللي هتعمله، تمام؟ قلنا تاني المابنج تيبل ده هيبقى جواه مين؟ عن طريق ال NHRB هيبقى جواه التانل اي بي والبابليك اي بي، تمام؟ التانل اي بي مثلا بتاع ار 3 هنفترض انه 192.168.1.3، دايما التانل دايما بنديله اي بي برايفت. طب والبابليك اي بي سي مثلا 11003، ده التانل اي بي، ده اللي هو 192.168.1.3، وده البابليك اي بي اللي هو 11003. قلنا تاني الكلام ده كله هيتم ايه؟ اوتوماتيكي، بدل ما انت تقول له تانل سورس وتانل ديستنيشن، لا كل ده هيتعمل له ريجستريشن عن طريق بروتوكول مين؟ NHRB، تمام؟ ايه الكومبوننت كمان اللي انا محتاجاه؟ اوبشنال ممكن اشغل بروتوكول الاي بي سيك. اوبشنال ممكن اشغل بروتوكول ايه يا شباب؟ اي بي سيك. ليه؟ افتكروا كده ايام الجي ار اي لما احنا عملناه كان عندي مشكله جامده جدا ان الداتا كلها بتتنقل كلير تكست. اه صحيح كريت لي تانل ما بين تو انترفيسز، بس لازال الداتا كلها كلير تكست. فلو انا عايزه احط لير زياده من السكيورتي محتاجه بروتوكول مين؟ محتاجه بروتوكول ايه يا شباب؟ اي بي سيك، عشان يزود لي طبقه من السكيورتي، تمام؟ الدي ام في بي ان في منه ثلاث انواع بنسميهم 3 فيزز. الفيز الاولاني نفس الفكره بالظبط بتاعه الهابن سبوك، فاكرين الهابن سبوك اللي كان موجود عندي في الفريم ريلي؟ نفس الفكره بالظبط. ايه اللي هيحصل؟ قال لك انا هشغل الاكستنشن بتاع الجي ار اي اللي اسمه مولتي بروتوكول جي ار اي على الهب، لكن بالنسبه للبرانشز هشغل عليهم الجي ار اي العادي جدا اللي احنا شغلناه قبل كده. مشكله التوبولوجي ده في حاجه، ان دايما اي ترافيك عايز يروح من اي برانش لاي برانش لازم الاول يروح على الهيد كوارتر. لازم الاول يروح على مين؟ على الهيد كوارتر. اشبهها لكم بمين؟ كتشبيه بس مش اكتر. فاكرين الدي ار والدي ار اذرز في الاو اس بي اف؟ الدي ار اذرز اصلا لما كانوا يحبوا يبعتوا لبعض ال اس اي كانوا بيبعتوه عن طريق مين؟ الدي ار. هنا نفس الفكره، بس مع الفارق ان الداتا بلين والكنترول بلين هما الاثنين بيتبعتوا عن طريق الهيد كوارتر اوفيس، تمام؟ يعني ار 3 وار 4 عايزين دلوقتي يبعتوا لبعض او اس بي اف، هيتبعتوا عن طريق يروح الاول للهيد كوارتر والهيد كوارتر ياخدها يبعتها لار 4. طب خلاص الراوتنج تيبل اتبنى، ار 3 عايز يبنج على ار 4، البنج هيمشي ازاي؟ يروح الاول على ار 2 للهيد كوارتر اوفيس وبعد كده يروح على ار 4. يبقى الكنترول بلين والداتا بلين لازم الاول يعدوا على مين؟ على الهيد كوارتر اوفيس. مش ده فعلا التوبولوجي بتاع الهابن سبوك اللي كنا اخذناه في الفريم ريلي، ان اي سبوكس عشان توصل لبعضيها كان الداتا لازم تعدي الاول على مين؟ على الهب، صح؟ يبقى دي مشكله في فيز 1. بيقول لك هنا ان الترافيك هيفلو بتوين الهاب اند سبوكس اونلي، يعني بتوين السبوكس اونلي، عمره ما هيتبعت من سبوك لسبوك، تمام؟ التانل ده ممكن اعمل له كونفيجريشن ستاتيكالي او عن طريق بروتوكول ال NHRB. طبعا انا هوريكم بس الاوامر بس مش اكتر بتاعت الاستاتيكالي، لكن مش هنعملها، ده غباء جدا بصراحه اللي يشتغل بطريقه ستاتيك. امال احنا عايزين نستفيد ايه بقى من بروتوكول ال NHRB؟ صح؟ ده انا عايزه اصلا زي ما قلت لكم من الكلاينتس هم اللي يعملوا ريجستريشن عند الهب ببروتوكول ال NHRB، وساعتها هيبقى عندي اتنين كومبوننت جوه بروتوكول ال NHRB اللي هما الاولاني راوتر هيشتغل ك NHS وبقيه البرانشز كلهم هيشتغلوا
NHC. NHC NHS اختصار ل NHSRB بروتوكول. ال NHSRB سيرفر. طب والسي اختصار ايه؟ كلاينت. يبقى تاني R3 وR4 اللي هما كلاينتس، سي اختصار كلاينت، هيروحوا لمين؟ للسيرفر، يعملوا عليه او يدخلوا جواه البيانات بتاعتهم، يعني يعملوا ريجستريشن معاه. حد تاني لغايه دلوقتي؟ تمام؟ اوكي. ايه كمان؟ اه دي مشكله جامده عند سامورايزيشن والديفولت راوتنج ات هاب اس ال ليفل. افرض دلوقتي ان بعد ما تقوم الراوتنج بروتوكول انت عايز تعمل سامورايزيشن للراوتنج تيبل، مفيش عندي اي مشكله خالص، ممكن تيجي على الهاب راوتر، على الهاب راوتر وتعمل عليه سامورايزيشن. يعني افرض ان انت مقوم على الشبكه دي بروتوكول اي او جي ار بي، مفيش اي مشكله ان انت تيجي على R2 وتعمل مانوال سامورايزيشن عليه، بحيث ساعتها ان R3 وR4 عشان يوصلوا لبعض يوصلوا عن طريق ايه؟ يبقى في سوري في الراوتنج تيبل بتاعهم ايه؟ شايفين بس R2 مش اكتر، او اقصد يعني شايفين R2 كديفولت راوت لي. واضحه؟ تمام. بيقول لك هنا ان النكست هوب دايما هو الهاب راوتر، ودي اللي كنت بقول لكم عليها، نفس التوبولوجي بتاع الهاب اند سبوك اللي موجود عندي في الفريم ريلي. دايما الاكونت، دايما الترافيك بيعدي عن طريق مين؟ الهيد كوارتر اوفيس، سواء الكنترول بلين او سواء الداتا بلين. ظبطوا الدنيا دي شويه بقى في فيس 2، عملوا بعد كده فيس 2 تمام. قال لك ان انا هشغل الاكستنشن بتاع مولتي بروتوكول جي ار اي على الهاب والسبوكس. هيفرق معايا في حاجه ده؟ اه جدا، هيخلي السبوكس اصلا توصل لبعضيها عن طريق دايركت، بطريقه دايركت، مش محتاجين ان هم اصلا يروحوا للهيد كوارتر اوفيس وبعد كده يرجعوا لبعض، لا دايما الترافيك هيعدي ايه؟ دايركت ما بين السبوكس، مش مضطر ان هو يروح للهيد كوارتر اوفيس. تمام كده. وبرضو هحتاج بروتوكول ال NHRB عشان السبوكس يروحوا يعملوا ريجستريشن جوه او عند الهب. ده مش كده وبس، ده عن طريق بروتوكول ال NHRB زي ما قلت لكم السبوكس اصلا هيعملوا ريجستريشن مع بعض دايناميكالي، بطريقه دايناميك، يعني كل واحد هيبقى عارف معلومات التانل بتاع السبوك اللي جنبه عن طريق بروتوكول ال NHRB. في الفيز اللي فات كانت اساسا كل البروتوكولات بتعرف عن بعض ايه؟ السبوكس بيعرفوا معلومات عن التانل بتاعت بعض؟ لا، هما عارفين بس التانل بتاع مين؟ الهب. تمام؟ انما في فيستو لا، ده فيستو كمان عارفين معلومات التانل بتاعت بعض السبوكس. تمام؟ بيقول لي هنا المشكله بتاعت فيس 2 ان السامورايزيشن هيعمل لي مشكله جامده جدا، ما ينفعش ان انا اعمل سامورايزيشن على الهيد كوارتر اوفيس. ايه كمان؟ طبعا النكست هوب دايما هو بيشاور على مين؟ الهب. ايه ده؟ امال البرانشز هتوصل لبعضيها ازاي؟ هنشوف دلوقتي في الكونفيجريشن الكلام ده هيتم ازاي. دايما النكست هوب هيشاور على الهب، وفي الراوتنج بروتوكول انا اللي لازم اديت حاجات بايدي عشان اخلي السبوكس توصل لبعضيها. تمام؟ بيقول لي هنا برضو مولتي ليفل هيراركي ريكوايرز هاب ديزي تشيننج. هنا بيقول لي بس ان انا ممكن يبقى عندي اكتر من هاب، بمعنى لا انا اسف معلش، ممكن يبقى الراوتر ده هاب بالنسبه للمجموعه دي، المجموعه دي من التوبولوجيز من الراوترز، وممكن اساسا يبقى كلاينت لمجموعه تانية خالص. ده المقصود بالكلمه اللي هي ديزي تشين. تمام؟ يبقى تاني R2 هو مين؟ هو الهيد كوارتر او السيرفر بالنسبه للار 3 وار 4، وممكن يكون كلاينت بالنسبه لمجموعه تانية خالص من الراوتر. تمام. فيس 2 قلت لكم تاني ان دايما بيشاور على النكست هوب اللي هو مين؟ بتاع الهب. لازم انا اقدت حاجات جوه الراوتنج بروتوكولز عشان اصلا البرانشز توصل لبعضيها، عشان السبوكس توصل لبعضيها. قاموا حلين ده بقى عن طريق، مش كاتبه هنا، حلوا ده عن طريق ايه؟ فيس 3. لما نشوف الكونفيجريشن بتاعت فيس 3 هلاقي فعلا الناس دي عباقره، وان هم ظبطوا كل المشاكل اللي كانت بتحصل عندي في الراوتنج بروتوكولز عن طريق فيس 3. علشان كده اساسا ريكومندد لو انت هتشتغل دي ام في بي ان يبقى تشغل مين؟ فيس 3، بالذات مع الاو اس تي اف. الاو اس تي اف الاثنين فيز اللي فاتوا بيعمل لي مشاكل كبيره، انما مع فيس 3 ملهوش اي مشاكل ليا. تمام؟ وبرده زي ما اتفقنا هنشوف الكونفيجريشن بتاعته دلوقتي. علشان دلوقتي ان انا اشغل التانل ما بين البرانش اوفيس وما بين، او سوري ما بين الهب وما بين البرانشز، قلت لكم ان انا عندي طريقتين للمابنج، طريقه ستاتيك وطريقه دايناميك. نبص كده على الاوامر بسرعه بتاعه الاستاتيك. اولا انا هكريت تانل، هكريت ايه؟ تانل. تمام؟ وهديله اي بي عادي جدا، اتفقنا طبعا انه بياخد اي بي برايفت، وهديله سورس
انا مفيش عندي مشكله في السورس، انا كانت مشكلتي في ايه؟ في الديستنيشن. فلو تاخدوا بالكم هنا في الكونفيجريشن انا ما حددتش ديستنيشن للتانل زي ما كنا عملنا مع الدي ام في بي ان. استاذه معلش بس ممكن ازازه المايه؟ ممكن عشان مروحه والتكييف مش عامل حاجه. طب شغال ماشي. تمام. الجو صعب قوي النهارده، الجو بره صعب قوي، مفيش هوا، الحر مش حر جامد بس مشكله مفيش هوا. تمام يا شباب. فقلنا تاني انا مش هحدد ديستنيشن، ده انا هقول ساعتها ان انا هشتغل ببروتوكول الجي ار اي مولتي بوينت. ده المقصود اللي انا ده اللي كنت اقصده من شويه، اللي انا بقول لكم ده بروتوكول ايه؟ الام جي ار اي، المولتي بروتوكول جي ار اي. ده الاكستنشن اللي هيساعدني ان انا اصلا محتاجش ان انا احدد ديستنيشن للتانل بتاعي. تمام. وبعد كده هقول له هنا هحط كل الراوترز بتاعتي جوه نتورك اي دي واحده. اشبهها لكم بمين؟ اشبهها لكم بالاريا في الاو اس بي اف. مش كانت في الاو اس بي اف كل الراوترز جوه اريا واحده؟ نفس الكلام هنا، كل الراوترز بتاعت الهيد كوارتر وبتاعت البرانشز بتوعه بتاع الشركه الواحده لازم يكون لهم نفس النتورك اي دي، والنتورك اي دي ده بيبقى اي رقم. تمام. هنا بقى في الاستاتيك مابنج هيعمل لي استاتيك مابنج بايدي. يعني انا هاملة التيبل اللي كنت وريته لكم من شويه اللي كان لونه احمر هنا، انا كده اصلا ببلد التيبل بايدي. انا بقول ايه هنا في التيبل؟ لو سمحت لو عايز تروح لمثلا التانل اللي البرايفت اي بي بتاعه 10002 روح له بالبابليك اي بي 11002، ولو عايز تروح للبرايفت اي بي بتاع التانل اللي 10003 روح له لمين؟ روح له عن طريق البابليك اي بي اللي هو 11003. يعني لو قارنا ده هنا كده، انا هاجي على الهيد كوارتر اوفيس واقول له لو عايز تروح للتانل اللي الاي بي بتاعه 10003 روح له عن طريق البابليك اي بي 11003، ولو عايز تروح للتانل 10005 مثلا روح له عن طريق البابليك مثلا 12005. يبقى انا كده اصلا اللي ببلد التيبل بايدي. دي طريقه ريكومندد؟ لا. ايه؟ يبقى فعلا انا كده ببلد التيبل بايدي، يبقى انا كده ما استفدتش اصلا ببروتوكول ال ان اتش ار بي. عشان كده قلت لكم انا هفرجكم بس على الكونفيجريشن، ده كان مش هنعملها، احنا هنشتغل بطريقه مين؟ دايناميك. تمام؟ اوبشنال ممكن اعمل اوثنتيكيشن باي كي. ليه؟ عشان مش اي راوتر كده يروح داخل معايا ويدخل نفسه في التانل معايا. تمام؟ علشان دلوقتي على فكره التانل انا كده خلصت الكونفيجريشن بتاعته. بس في حاجه، اللي انا عملته كل ده عشان اخلي اساسا كل راوتر يشوف التانلز بتاعت التانيين. بمعنى ار واحد هيبقى شايف ايه في الراوتنج تيبل؟ اللوب باك بتاعه والاي بي بتاع التانل. الاي بي هات بتاعت التانل على اساس ان هيبقى عليه اكتر من تانل. لكن مش مطلوب منه انه يشوف ار 3، الشبكات اقصد اللي ورا ار 3 والشبكات اللي موجوده ورا ار 4. يبقى محتاجه فعلا راوتنج بروتوكول. في الراوتنج بروتوكول اساسا، الراوتنج بروتوكول كلها بتبعت الابديت لبعض ازاي؟ يا اما برودكاست زي ريد فيرجن 1، يا اما مولتي كاست زي بقيه كل الراوتنج بروتوكولز، صح؟ سواء ريد فيرجن 2، سواء او اس بي اف، سواء اي اي جي ار بي. تمام. لو تفتكروا كده في الفريم ريلي، لما كنت باجي على الهيد كوارتر اوفيس وكنت بقول له ايه في اخر جمله المابنج؟ كنت بقول له برودكاست. وقلت لكم ساعتها ان كلمه برودكاست عشان اساسا الراوتنج بروتوكولز تبقى سبورتد، عشان اساسا البرانشز تقدر تبعت لبعضيها الراوتنج ابديتس. اهي نفس الفكره هنا بالظبط، المكافئ للاوبشن بتاع برودكاست على الهاب راوتر في الفريم ريلي هو الامر ده، ان اجي تحت التانل انترفيس واقول له اي بي ان اتش ار بي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ماب مولتي كاست دايناميك. انجلش يا مولتي كاست دايناميك. يبقى ده معناه ايه؟ يا راوتر ساعمل سبورت لكل الترافيك بتاع المولتي كاست اللي هو مين؟ الراوتنج ابديت. تمام. طيب وعلى البرانشز هعمل ايه؟ هاجي على التانل اكاري التانل اديله اي بي، اديله سورس، وهديله ديستنيشن. مين هو الديستنيشن بتاعي؟ البابليك اي بي بتاع السورس بس، مش هعمل حاجه تاني. تمام. وبعد كده هديله نتورك اي دي، والمابنج هعمل مابنج بس ما بيني وما بين الهيد كوارتر اوفيس بس، وبرده اوبشنال هديله اوثنتيكيشن، وبرده الامر ده علشان ان هو يسبورت الاي جي بي بروتوكول. معلش ايه يا باشا؟ يعني علشان يبقى كل الراوترز دي جوه نفس الاريا، هشبهها ان هي جوه نفس الاريا. طيب ماشي. انا ايه الفرق اي بي اتش ار بي مان والبابليك والبرايفت؟ انهي امر يا مانتي؟ اللي هو تحت النتورك اللي انا واقف عليه؟ لا،
ده ده انت كده بتعمل مابنج ما بينك وما بين مين؟ اه ماشي اوكي انت حددت الديستنيشن، بس انت كمان لازم تملى المابنج تيبل بتاعك. تمام؟ ليه؟ لانك بعد كده هتبعت كل الترافيك لمين؟ ل 10001. مين 10001 اللي هتوصل له عن طريق 11001؟ تمام؟ ده انت كده بتعمل. انا فاهمه قصدك والله، بس انت لازم تملى المابنج تيبل. ما قصدي انا كده حددت الديستنيشن، بس ثانيه واحده، بس انت كده كريت طالل ما بينك وما بين الهيد كوارتر اوفيس بس. طب انا كده اصلا عايز اعمل ايه؟ ما هو كده كده انا بروح للهيد كوارتر مثلا وتقصد هو يتصرف. لا لازم برضو تحدد له ان انت اصلا هتشتغل معاه ببروتوكول المالتي بروتوكول دي ار اي. لازم. تمام؟ عايز اقول لك اساسا كل ده خلاص يعني انا في هنا في اللي انا عملته. تمام. مش ده انا برضو بعمل في ان انا لازم اروح للهيد كوارتر وهو يبعتني على التانيين؟ لا انت بتعمل، انت كده بتفل المابنج تيبل عشان ما تلخبطش، انت كده بتفل المابنج تيبل اللي هو الان اتش ار بي تيبل. تمام؟ وبرضو قلنا تاني الامر ده بيساعدك ان انت تبعت الابديت اللي هو المولتي كاست عشان يسبورت الراوتنج بروتوكولز ل 11001. تمام؟ انما فوق ما كنتش حددت بروتوكول معين، قلت له دايناميك لاني عايزه اوصل لاكتر من برانش. ده عموما مش اللي احنا هنشتغل عليه. اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو مين؟ دايناميك ميبنج. تمام؟ فاحنا دلوقتي هنكريت التانل. تمام؟ وادي له اي بي ادرس طبعا برايفت، وحدد له السورس، لكن الديستنيشن زي ما اتفقنا مش هحدده. انا هقول له ان انا هشتغل بمين؟ بالجي ار اي مولتي بوينت اللي هو الام جي ار بي، ام جي ار اي سوري. تمام؟ وادي له نتورك اي دي، واحدد له اوثنتيكيشن لو انا عايزه، وادي له كمان الامر ده عشان يسبورت الراوتنج بروتوكولز كمان شويه لما نيجي نشغل الراوتنج بروتوكولز. انا هنا عملت فيل للمابنج تيبل؟ لا. هو هيكمله ازاي؟ عن طريق بروتوكول الان اتش ار بي. طب وعلى الديستنيشن هدي له اي بي تانل سورس تانل ديستنيشن. لازم اصلا يا مجدي توصل للديستنيشن. تمام؟ وتدي له نتورك اي دي. يعني انا لما عملت تانل ديستنيشن هو كده عارف ان الديستنيشن بتاعه نتورك. تمام؟ هبعت له. اه انا فاهمه قصدك، بس زي ما بقول لك المابنج تيبل لازم يتملي. طب مثلا انا لما بنيت المابنج ما تشتغلش بيها. لا ما ده مش انا بقى بسال بس. يعني انا برضه لما عملت باب يعني عملت الهيد كوارتر برضه بس اللي هو فين ده؟ هنا؟ هنا أنا عملت. لا ما خد بالك من اللي انا لسه ما كملتش كلام. بص بقى انت هتيجي هنا اولا عملت مابنج ما بينك وما بين مين؟ الهيد كوارتر اوفيس. وبعد كده هتقول له خد بالك السيرفر بتاعك 10001. مش احنا اتفقنا ان ان اتش اس يعني ان اتش ار بي سيرفر؟ انت كده بتعرفه مين السيرفر بتاعك، لان السيرفر اصلا هو اللي هيديك بعد كده المابنج تيبل. السيرفر هو اللي هيديك ايه؟ المابنج تيبل. وطبعا اوبشنال ممكن تدي له اوثنتيكيشن، وطبعا لازم تحدد له ان انت هتسبورت الراوتنج ابديتس. طب معلش ليه انا بكتب الاي بي بتاعه فوق؟ لان فوق لو انت كنت حددت الديستنيشن هتضطر ان انت تحدد ديستنيشن لكل برانش، صح؟ انت عندك 100 برانش، مش منطقي تكتب الامر ده كتير. انما على البرانشز ده هو كده كده انت هتروح لمين؟ اصل دايما الراوتنج ابديت هتروح لمين؟ للهيد كوارتر. فعشان كده انت بتحدد له ان الراوتنج ابديت سبورت ما بينك وما بين الهيد كوارتر اوفيس. تمام؟ تعالوا نقوم بقى التوبولوجي ده كده. ار 1 ده الاي اس بي، ومع الوضع طبعا في الاعتبار انا هشغل الراوتنج بروتوكولز كمان شويه باذن الله على التانل وعلى الانترفيسز اللي هي بتاعه اللينات. يعني معنى كده ان الاي اس بي اصلا ما عندوش اي معرفه نهائي اللي بيحصل عندي جوه اللين، يبقى البرانشز كلها توصل لبعضيها والاي اس بي ولا يعرف اي حاجه. تمام؟ نوصل ده بقى ببعضيه. 1/0 1/0 1/1 1/1. طبعا ار 2 وار 3 وار 4 هحط وراهم لوب باك عشان اسيميليت ان دي الانترفيسز اللينات بتاعتي. هدي هنا اي بي سي مثلا، طبعا الجزء اللي فوق طبعا ار 2 وار 3 وار 4 كونكتد بالاي اس بي بابليك اي بي هات. تمام؟ فممكن ادي له هنا اي بي 11.0.0. هو ريكومندد يكون اوفر 24 او اوفر 30. انا هعمله دلوقتي بس اوفر 24 لسبب واحد، عشان احافظ على السكيما بتاعه الايبات اللي احنا متعودين عليها. مش عايزه هنا دوت 1 ودوت 2 هنا دوت 1 ودوت 2، لا عشان اقدر ادي هنا دوت 3 وادي هنا دوت 4 براحتي. هدي هنا اي بي هات مثلا 12 over 24 13 over 24، والاي بي هات بتاعه التانل هخليها مثلا كلها عشرات،
وهدي هنا زي ما اتفقنا لوب باك اتنينات تلاتات اربعات عشان دي اسيميليت ان دي اللانات اللي انا عايزه اخليها توصل لبعضيها من غير ما الاي اس بي في الراوتنج تيبل بتاعه اصلا يكون شايفه. تمام؟ على ما الشبكه دي بقى كده تقوم. احنا من شويه لما كنا بنتكلم على انواع البرايفت وين احنا قلنا ان انا كان ممكن اطبق الكلام ده عن طريق الام بي ال اس صح؟ اني ريكومندد الدي ام في بي ان ولا ان انا شغاله عن طريق الام بي ال اس؟ انا عن نفسي افضل الدي ام في بي ان. ليه؟ اولا لو انا شغلته عن طريق الام بي ال اس الهيد كوارتر لو كان كونكتد عن طريق اي اس بي والبرانشز كونكتد عن طريق اي اس بي تاني خالص عن طريق اي اي اس بي مختلف الكونفيجريشن هتبقى فيري كومبليكيتد. كونفيجريشن الام بي ال اس احنا شفناه المره اللي فاتت اصلا الفيرجن اللي هو اللايت سهله قوي ما فيهاش اي حاجه دول امرين ثلاثه اللي شغلناهم. تمام؟ بس المشكله تاني ان لو الشبكه بتاعتي كونكتد عن طريق اكتر من اي اس بي لا الكونفيجريشن هتبقى كومبليكيتد. تمام؟ مشكله كمان لو انا اشتغلت في الام بي ال اس انما سوري بالنسبه للدي ام في بي ان العمليه محتاجه بس يبقى في كونكشن ما بيننا عن طريق اي اي اس بي عن طريق اكتر من اي اس بي طالما في كونكشن ان شاء الله حتى انترنت كونكشن طالما في انترنت حتى كونكشن عادي اقدر انا بنفسي اشغل الدي ام في بي ان من غير ما الاي اس بي اصلا يبقى انفولفد في الموضوع انا مش محتاجه في حاجه انما في الام بي ال اس ده لازم الاي اس بي يبقى انفولفد في الموضوع داخل في الكونفيجريشن ده هو اللي بيعمل لي كونفيجريشن هيعرف طب ما يعرف ما انا كده كده دافع له الخدمه الشهريه مثلا سي انترنت كونكشن كان ان هو كده مش عارف هو كده الداتا اللي انا هبعتها للبرانش ما احنا عشان كده هنعمل لها سكيورتي بالاي بي سيك في الام بي ال اس في الام بي ال اس تمام انا كنت قلت لكم قبل كده مفيش سيستم سكيور تمام يعني لما كنت بقول لكم زمان ايام الان ايه السيركت سويتشنج انا قلت لكم ان السكيورتي بتاعته عاليه بشرط ان انت تكون تراستد في الاي اس بي صح انت مش ضمانك مش الاي اس بي جايز يكون فيه ادمن اخلاقه مش كويسه اكيد ماشي تمام فلو عمل كابتشر للداتا خلاص انتهى مست ان الترافيك ده او الخط ده محجوز ليك لوحدك انما زي ومست اللايت في بي ان او اللايت في ار اف اللي عملناه المره اللي فاتت ده كان الراوتر حاسس ان ليه راوتنج تيبل لوحده يبقى معنى كده ان في سكيورتي ولا لا في سكيورتي ما بينك وما بين بقيه الكاستمر لكن لو الاي اس بي مش كويس خلاص ضاعت الكونفيجريشن نفسها شويه عشان اصلا لما اجي اعمل كونفيجريشن هو اصلا الاي اس بي هيبقى داخل معايا في الكونفيجريشن صح ملوش دعوه بيا تمام دي ميزه كمان ميزه كمان اساسا يا مجدي لو انا شغلت الام بي ال اس لو تاخد بالك المره اللي فاتت انا كان غصب عني بشغل نفس الراوتنج بروتوكول الاي اس بي مشغله جوه الكلاود مش انا الكاستمر 1 اللي كان فوق شغلت او اس بي اس وكاستمر 2 اللي تحت شغلت اي او جي ار بي انما هنا انا عندي اتنين راوتنج بروتوكولز واحد اسمه اوفرلاي راوتنج بروتوكول والتاني اسمه اندرلاي راوتنج بروتوكول اوفرلاي راوتنج بروتوكول واندرلاي راوتنج بروتوكول الاندرلاي راوتنج بروتوكول ده اللي انا بشغله ما بين الراوتر بتاعي وما بين الاي اس بي انا هعمله دلوقتي ديفولت راوت مثلا اسمه اندرلاي الاندرلاي ده اللي هيشتغل ما بين الكاستمرز وما بين مين الاي اس بي لكن الاوفرلاي ده ما بين اصلا التانل وبعضيه وما بين البرانشز او اقصد يعني اللي هي شبكات اللانات اللي ورا الهيد كوارتر واللي ورا اللانات الاي اس بي هو ماله ومالي يبقى انا كمان بمزاجي اشغل الراوتنج بروتوكول في فروع الشركه بتاعتي زي ما انا عايزه تمام هناك كان غصب عني هشتغل بنفس البروتوكول هنا ده انا بعرف دلوقتي اكستمايز براحتي ان الاوفرلاي هشتغل حاجه والاندرلاي هشتغل حاجه ثانيه خالص براحتي خالص تمام كده دي ميزه كمان موجوده في الدي ام في بي ان مش موجوده في الام بي ال اس تعالوا نقوم بقى ده كده نحط كده بس الاي بي سكيما ار 1 يبقى فاست 0 على 0 يبقى كام نو شان داون الانترفيس الثاني فاست 1 على 0 اي بي ادرس 12.0.0.1 الانترفيس اللي بعديه فاست 1 اوفر 1 اي بي ادرس
13001 تمام. ار 2 ادي ادرس 11002 نشوت داون وبالمره اكريت لوب باك 2 اديله اي بي ادرس تمام. ار 3 انترفيس فاست 1 اوفر 0 اي بي ادرس كام 12003 وانترفيس كمان لوب باك 3 اي بي ادرس ار 4 انترفيس مين فاست 1 اوفر 1 اي بي ادرس ثواني يا مالدي بس يو شفت بقى هي بيش ده بيفرق على حسب الاي او اس مش الفيرجن بتاع الراوتر ده لما بجرب بيدي مثلا ولا بالاكسبيرينس وتدخل على الدوكيومنتيشن بتاعت سيسكو وتجرب وكده رخمه سيسكو رخمه سيسكو رخمه انا عامل لها ايه شغل بزنس يلا يا شباب يلا يا شباب طب نخلص نخلص وبعد كده في البريك نقول اللي انتوا عايزينه شباب نخلص الاول عشان الفيديو شغال بريك بقى ار 2 شباب طبعا الاي اس بي في النهايه مثلا ممكن يكون كونكتد بالانترنت اكيد موصلني في النهايه بالانترنت لو انا حبيت اطلع انترنت ار 2 محتاجه بس اعمل عليه ديفولت راوت هو وار 3 هو وار 4 ليه اولا الاي اس بي هو اللي هيساعدني اطلع الانترنت ثانيا ار 2 مش في النهايه فيزيكالي الداتا هتمشي كده ولا هتمشي عن طريق التانل فيزيكالي الداتا هتمشي كده صح يبقى لازم اكون اصلا ليا اكسس على الانترفيس ده يكون ليا اكسس ازاي عن طريق ان اوصل اصلا للشبكه دي شبكه كام 12 ليا اكسس على شبكه ال 12 فيا اما اعمل ستاتيك راوت يشاور على ال 12 او انا استسلت دلوقتي وعملت ايه ديفولت راوت على الاي اس بي هو يتصرف تمام فمحتاجه دلوقتي تاني اجي على ار 2 واقول له اي بي راوت لو عايز اوصل لاي حد طلعني عن طريق ريكومندد بقى طالما ده انترفيس مش سيريال ريكومندد نشتغل صح بقى ار 2 يبقى عليه ايه يا مجدي 11001 وار 3 النكست هوب 12001 وار 4 عن طريق مين 13001 يبقى كده المفروض كلهم ليهم اكسس على بعض لغايه هنا لغايه المنطقه بتاعه البابليك بتاعه الانترفيسز اللي هي كونكتد بالاي اس بي تمام مطلوب مني بقى دلوقتي طبعا ار 1 كبيره شايف الشبكات الدايركت كونكتد ولغايه ما اخلص الجزء ده كله هو ده اللي هيفضل عندي في الراوتينج تيبل اشيل انترفيسز اوصل انترفيسز احط راوتينج بروتوكول على التانل احط راوتينج بروتوكول على اللانات هو ده اللي هيفضل عندي في الراوتينج تيبل بتاع ار 1 تمام نكريت بقى التانل ازاي عن طريق ار 2 على ار 2 هقول له انترفيس تانل سي مثلا هديله 1 واديله اي بي ادرس طبعا اتفقنا ان هو بابليك تمام والتانل سورس يبقى مين يا اما تقول له فاست 0 على 0 مش الداتا هتطلع من كده مش ده السورس بتاعه يا شباب مش فيزيكالي الداتا هتطلع كده وتوصل للفروع الباقيه يبقى السورس مين فاست 0 على 0 تمام يا اما تقوله له باسم الانترفيس يا اما تقوله له بالاي بي بتاع الانترفيس فاست 0 على 0 انا عن نفسي افضل انك تكتبه بالاي بي بتاع فاست 0 على 0 ليه افرض ان الاي بي مثلا انت كنت واخده دايناميك من ار 1 من دي اتش سي بي والاي بي اتغير لو الاي بي اتغير التانل بتاعك هيقع يبقى ريكومندد ان انت تكتبه له اسم الانترفيس مش بس كده ده انت ممكن تديله اي اي بي تاني على ار 2 بس يكون اكسسبل بالنسبه لار 3 وار 4 يعني تكريت عليه لوب باك مثلا بس اللوب باك ده ماست يكون اكسسبل بالنسبه لار 3 وار 4
4. ها سؤالك. ال 10 دي بابليك ولا برايفت؟ بابليك. ايه يا بنتي استني تاني بيها بقى شفيقي. عادي عادي الدماغ بتقف انت لسه طالع من الامتحان ولا يهمك. تمام يبقى انا كده حددت التانل سورس. طب وبالنسبه بقى الديستنيشن قلت لكم ان انا مش هكرر الديستنيشن، امال هعمل ايه؟ ها هحدد ان انا هشتغل ببروتوكول الام الام جي ار اي صح. بصوا انا عمال اخد كوبي وبست ما بعملش حاجه، الفكره ان انت تبقى فاهم الامر. اول لما قلت له انتر قام طلع لي سيس لوك كده ان الانترفيس ايه بقى اب. لو انا ما كنتش عملت ديفولت راوت من الراوترز تشاور على ار 1 كان التانل دلوقتي هيبقى حالته داون. ليه؟ لان ملهوش اصلا اكسس على اي مكان بره، مش قادر يوصل لاي ديستنيشن. تمام بعد كده هديله النتورك اي دي، واتفقنا ان النتورك اي دي ماست يكون واحد اصلا على كل الراوترز. يعني احنا كله تمام. لو انت حبيت ان انت تعمل اوثنتيكيشن اتفقنا ان دي خطوه اصلا زياده كسكيورتي. وبعد كده تقول له ايه الامر ده ليه؟ عشان بعد شويه لما نيجي نسبورت او نشغل راوتينج بروتوكولز. لما نيجي نشغل ايه يا شباب؟ راوتينج بروتوكولز، عشان يسبورت اصلا نشغل راوتينج بروتوكولز. انا كده خلصت كل الكونفيجريشن اللي مطلوبه عندي على ار 2، اروح بقى على ار 3 واعمل نفس الكلام. تانل انترفيس انترفيس تانل واحد اي بي ادرس 10.0.0.3 وادي انت وهو. ركز ركز اي بي ادرس التانل سورس بتاعي هيبقى مين؟ انا على ار 3 يبقى تانل سورس اف 1 اوفر 0 صح. وبعد كده هقول له بقى ان التانل ديستنيشن بتاعي هنا انا هحدد له ديستنيشن. ليه؟ لان كل البرانشز ليها ديستنيشن واحد بس. طب ايه هو الاي بي ده؟ ده الاي بي البابليك بتاع الديستنيشن، الاي بي البابليك بتاع اللي هو مين؟ الهيد كوارتر اوفيس. يبقى هقول له ان التانل ديستنيشن بتاعي مين هو يا مجدي؟ والله 11 ايوه كده 11.00 كام برضو؟ تمام ماشي يا مجدي. ماشي وبعد كده هتقول له ده ايه ده اي بي ان اتش اور بي نتورك اي دي. اه دي مكتوبه غلط نتورك اي دي معلش. تمام بعد كده هتعمل مابنج، هو مابنج واحد بس اللي انت مطلوب منك تعمله ما بينك وما بين الهيد كوارتر اوفيس البابليك اي بي بتاع الهيد كوارتر اوفيس. يعني هتيجي هنا تقول له اي بي ان اتش ار بي ميل. لو عايز توصل للتانل انترفيس بتاع الهيد كوارتر اللي الاي بي بتاعه 10.0.0.2 هتوصل له عن طريق 11.0.0.2 صح. وبعد كده تعرفوا مين هو السيرفر اي بي ان اتش ار بي الان اتش اس. السيرفر بتاعك مين هو؟ البابل البرايفت اي بي بتاعه اللي هو 10.0.0.2 تمام كده. حد وقع مني كده في حاجه؟ اخر حاجه هتحدد له الاوثنتيكيشن اوبشنال، وطبعا تكتب له الامر ده عشان يسبورت الراوتنج بروتوكولز، وتدي له الاي بي بتاع البابليك بتاع الهيد كوارتر اوفيس. انا كده خلصت كل الكونفيجريشن. ميزه بقى ال ان اتش ار بي او ميزه سوري ان تي ام في بي ان ان الكونفيجريشن ايدنتيكال على البرانشز. بمعنى ظهر عندي 1000 برانش انا هاخد كل الكونفيجريشن اللي انا عملتها دلوقتي دي في ملف تكست وجاست بس ان انا اخدها كوبي بس على كل الاوامر على كل الانترفيس. انا عامل فيها اي حاجه زياده؟ ده انا قلت له ايه هو الاي بي بس هو اللي اتغير والتانل سورس بقيته كله واحد صح. طيب تعالوا نكتبها تاني بايدي عشان نكون اتعودنا شويه. تانل واحد هدي له اي بي ادرس 10.4 برايفت اي بي. تمام
وبعد كده هقول له تانل سورس. مين هو التانل سورس بتاعي؟ فاست وان على وان صح؟ انا على ار 4 اهو تمام. وبعد كده هقول له ايه؟ ان التانل ديستنيشن مين هو؟ 11002. بعد كده هقول له اي بي ان اتش ار بي النتورك اي دي انا عاملها 1 2 3 تمام. اي بي ان اتش ار بي ماب. ماب ما بين مين ومين بقى؟ ان لو عايز اوصل للبرايفت 10002 هوصل له عن طريق 11002 اللي هو بتاع الهيد كوارتر اوفيس تمام. بعد كده هعرفه مين هو السيرفر اي بي ان اتش ار بي. السيرفر بتاعي ان اتش السيرفر بتاعي هو 10002. اخر حاجه احدد له الاوثنتيكيشن اوبشنال واكتب له الامر ده عشان يسبورت الراوتينج بروتوكولز. بس انا كده خلصت كونفيجريشن. لو عايزه اتست لو جيت هنا على ار 2 قلت له شو دي ام في بي ان هم امرين اللي بفريفاي بيهم. شو دي ام في بي ان قال لي دلوقتي ان انا شايفه تانل ما بيني وما بين 12003 عنوان التانل بتاع 12003 10003 وحاله التانل ده اب وانا شفته بطريقه دايناميك وشفت مين كمان التانل 10004 بروح له عن طريق 13004 وحاله التانل اب وشايفاه بطريقه او المابنج تيبل يعني اتبنى بطريقه دايناميك. طب لو رحت الار 3 شو دي ام في بي ان قال لي انا شايفه تانل بس ما بيني وما بين الهيد كوارتر اوفيس والطريقه ستاتيك مش انا بايدي هنا قلت له مابنج بايدي مش انا اللي عملت له مابنج بايدي ولا قلت له دايناميك زي الهيد كوارتر اوفيس صح؟ تمام. مطلوب مني بس حاجه دلوقتي واحده بس ايه هي؟ اشغل راوتنج بروتوكول. اشغل راوتنج بروتوكول فين؟ بينهم ايوه على مين؟ على التانل انترفيسز اللي هي المنطقه دي كده اللي تحت دي الانترفيسز اللي هي اللانات واشغل برضو على مين؟ على التانل تمام. اشغل راوتنج بروتوكول بقى ازاي؟ انا حاطه لكم هنا في الملف كل الراوتنج بروتوكولز اللي انتم ممكن تتخيلوها. هنشرح دلوقتي الاو اس بي اف والاي جي ار بي بس انا حاطه لكم تقريبا كله ما عدا البي جي بي. لا مش هي. اول حاجه لو انت حبيت تشغل الريب تمام هتنزل هتشغل الريب عادي طبعا زي ما اتفقنا على الانترفيسز التانل وعلى الانترفيس اللين. بس في حاجه فاكرين اصلا الريب لما شغلناها على الفريم ريلي مش كنت محتاجه اجي على الفريم ريلي سويتش سوري على الراوتر الهيد كوارتر اوفيس ذات نفسه اللي هو الهب واعمل ديسيبل للسبيت هورايزون ليه؟ لان الابديت كلها بتتنقل ما بين البرانشز عن طريق الهيد كوارتر اوفيس ده الهب بتاعي. نفس الكلام احنا كنا قلنا في الريب وفي الاي جي ار بي السبيت هورايزون هيمنع الترافيك اللي هو الكنترول بلين اللي جاي من البرانشز لبعضيها. ليه؟ لان الترافيك هيجي له على نفس الانترفيس. بمعنى احنا اتفقنا اساسا ان في التوبولوجي ده اللي هو فيز 1 ايه اللي بيحصل؟ ار 4 عشان يبعت اي كنترول بلين او داتا بلين هيروح لمين؟ لار 2 وار 2 هيبعته على ار 3. طب افرض انه كان بيبعت له كنترول بلين ما هو بيبعته له على الانترفيس ده الانترفيس ده وهيرجع تاني على نفس الانترفيس اللي سبيت هورايزون هيمنعه. يبقى كان لازم انزل تحت الانترفيس في حاله الريب وفي حاله الاي او جي ار بي واقول له ايه؟ ديسيبل للسبيت هورايزون تمام كده؟ ده في حاله الريب. طيب في حاله الاو جي ار الاون ديموند راوتنج كل اللي فيها ان انت هتنزل تحت الانترفيس التانل تحت الانترفيس ايه؟ الاول سوري هتشغل لي ايه؟ البروتوكول بتاع الاو جي ار زي ما عملنا عادي جدا في الفريم ريلي. كنت شغلت بروتوكول الاو جي ار راوتر او جي ار وانتر بس كان لازم اتاكد ان بروتوكول السي دي بي انيبلد. لو تفتكروا الاو جي ار اصلا كان معتمد على السي دي بي فمست ان انت تتاكد ان السي دي بي انيبلد على مين؟ على التانل انترفيسز مش على الانترفيسز الفيزيكال مش على انترفيسز سب انترفيسز مست ان يكون انيبلد على مين؟ على التانل انترفيس تمام؟ سيسكو ديسكفري بروتوكول اللي كان بيجيب لي مين النيبرز بتوعي تمام.
طب لو انا حبيت اشغل اي او جي ار بي بقى، تعالوا كده نشغل الاي او جي ار بي ونشوف ايه المشكله اللي هتحصل قدامي. طبعا ار 1 زي ما اتفقنا ملوش اي علاقه باللي انا بعمله. انا هاجي على ار 1 واقول له راوتر اي او جي ار بي 1 نتورك، نتورك مين؟ عشرات صح، وعايزه اشغله على مين كمان؟ الاثنينات. انا كده شغاله كلاس سول، ريكومندد تشتغل كلاس ليس. هاجي على ار 3 واقول له راوتر اي اي جي ار بي 1 عايزه اشغله على العشرات، وعايزه اشغله على ثلاثات. واخدين بالكم ان في سيس لوجز اهي عماله تطلع انه لقى نيبر عن طريق الانترفيس مين؟ التانل. طب وار 4 راوتر اي اي جي ار بي 1 نتورك عشرات ونتورك اربعات. يبقى انا شغلته فين تاني؟ على التانل وعلى الانترفيس الوهميه اللي هي اللوبكس، تمام، اللي بتسيميليت ان دي اللانات. ار 1 شو اي بي راوت ليه علاقه بالموضوع؟ شايف اي حاجه؟ طبعا لو كان شغال على 12.4 اعمل ديسيبل للسبيت هورايزون، انا اسف اعمل ديسيبل للاوتو سمرايزيشن، تمام. لو جيت دلوقتي على ار 2 وقلت له شو اي بي راوت، شفت ايه في الراوتنج تيبل بالاي او جي ار بي؟ التلاتات والاربعات صح. طب لو جيت على ار 3 شفت ايه في الراوتنج تيبل؟ الاثنينات بس، بس ناقصني مين؟ الاربعات. مش شايفاها ليه؟ كان لازم ماست اجي على ار 2 تحت الانترفيس التانل. هو كان تانل كام؟ 1 تمام؟ تحت تانل 1 كان لازم انزل تحت الانترفيس التانل، كل شغلي بعد كده هيبقى على التانل انترفيس، واقول له نو اي بي سبليت هورايزون، عايز اوقفه بالنسبه لبروتوكول الاي اي جي ار بي. طبعا الادجستنسي دلوقتي بتقع وبتقوم تاني، او بالدقه بيتعمل لها ريسنكرونايزيشن. لو جيت هنا دلوقتي على الراوتر ده ار 3 ها شفت الاربعات ولا لا؟ صح. ولو رحت على ار 4 هشوف الثلاثات، يبقى البرانشز شافت بعضيها ولا لا؟ تمام. بس فيا مين؟ يعني معنى كده ان الترافيك كله دو تريس، عشان اصلا اوصل للاربعات الترافيك دايما بيعدي على مين الاول؟ على الهيد كوارتر. وباكد تاني ار 1 مش انفولفد في الموضوع نهائي، ملوش اي علاقه بيا نهائي. واضحه؟ يبقى ار 3 وار 4 قدروا يوصلوا لبعض، بس المشكله تاني ان الترافيك كله هيروح الاول للهيد كوارتر اوفيس. ده كده لو انا حبيت ان انا اشغل الاي اي جي ار بي على شبكات الدي ام في بي ان. طيب نو راوتر اي اي جي ار بي 1 نشغل بقى كده الاو اس تي اف، نشغل الاو اس تي اف كده الاي او جي ار بي على فيز 1 دي ام، الاو اس تي اف على دي ام في بي ان فيز كام؟ فيز 2. تعالوا نشغله ونشوف ايه المشكله اللي هتحصل معايا الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. راوتر او اس تي اف 1 نتورك زي ما اتفقنا هشغله على اللوب باكس، واشغله على مين كمان؟ اريا زيرو اللوب باك والتانل بس. واجي على ار 3 نتورك اريا زيرو ونتورك مين كمان؟ تبع اريا زيرو. بصوا لغايه دلوقتي انا ما عنديش اي مشاكل، في سيس لوك طلع وبتقول لي ان هو بقى نيبر مع تلاتات ومفيش انتي اي مشاكل صح. اول ما اجي على ار 4 واشغل الاو اس بي اف عليه شوفوا الجنان بقى اللي هيحصل. نتورك عشرات 4 تبع اريا 0 ونتورك اربعات تبع اريا 0. اوبس خلاص خلاص يعني خلاص يعني الادجستنسي عماله تقوم وتقع تقوم وتقع وتقوم وتقع.
وهنا نفس الكلام بس المدنس الرئيسي على ار 2 ايه اللي بيحصل؟ مش هيقف ده السيفيريتي ده مش ديباج ده سيفيريتي 5 هو ممكن ان انا ارمي اللوجز في حته تانية بس احنا مش انترستد فيها دلوقتي تمام انا بوريك بس المدنس اللي هيحصل الجنان اللي هيحصل ليه لان لو قلت له دلوقتي هحاول على قد ما اقدر شو اي بي او اس بي اف انترفيس تانل 1 شو انا موقفه بقى على قد ما اقدر بصوا ان هو الانترفيس الشبكه عندي ايه السطر ده الحته اللي فوق دي بالماوس شايفين حركتي بوينت تو بوينت المشكله دلوقتي ان ار 2 بيتعامل مع ار 3 انه بوينت تو بوينت وازاي يتعامل مع ار 4 انه بوينت تو بوينت بوينت تو بوينت يعني واحد لواحد صح فما ينفعش فاتليست خالص في التوبولوجي ده لازم احول نوع الشبكه بتاعتي البوينت تو مولتي بوينت لازم احول نوع الشبكه دي لايه بوينت تو مولتي بوينت فكان لازم اجي تحت الانترفيس التانل 1 واقول له اي بي او اس بي اف نتورك بوينت تو مولتي بوينت هروح برضو على ار 3 وار 4 واعمل نفس الكلام عشان بس احنا عارفين ان البوينت تو مولتي بوينت التايمرز بتاعته مختلفه انما البوينت تو بوينت 10 الهيلو بتتبعت كل 10 ثواني البوينت تو مولتي بوينت 30 ثانيه فهاجي هنا اقول له اي بي طبعا تحت الانترفيس التانل 1 اي بي او اس بي اف 1 نتورك بوينت 2 مولتي بوينت ده المشكله بتاع ايوه تمام واجي على ار 4 طبعا كان ممكن ان انا اسيب ار 3 وار 4 انا هقتلك على نهايه الكورس النهارده النهارده اخر يوم في الكورس انا هقتلك انا هقتلك هتشوف النهارده وانا بقتلك يا طاطس ماشي بس يا واد انت اهو ها قلنا تاني كان ممكن ان انت تيجي على ار 3 وار 4 وتسيبه بوينت تو بوينت بس تتاكد لي ان انت غيرت التايمرز لان ار 3 وار 4 بيتعاملوا بس مع ار 2 كانه بوينت تو بوينت انما ار 2 ماست ان انت تخليه بوينت تو مولتي بوينت تمام تعالوا نتشيك بقى كده ار 3 شو اي بي راوت شفت دلوقتي على ار 3 شبكه الارباط بالاو اس تي اف ولا لا يبقى اقدر اوصل لها ولا لا بس فيا مين لو تفتكروا اصلا البوينت تو مولتي بوينت لما احنا شرحناه على الفريم ريلي كان مشكلته اساسا انه ما بيغيرش النيكست هوب يبقى معنى كده ان ار 3 فعلا عشان يوصل لار 4 في حاله الاو اس دي اف كل مره هيروح لمين لار 2 صح دو تريس عشان اروح ل 10 0 0 سوري عشان اروح للاربعات رحت فعلا لار 2 الاول واضحه اي مشكله لغايه دلوقتي طيب عشان افريفاي شو طبعا الدي ام في بي ان شفنا الامر ده خلاص في امر كمان بفريفاي بيه شو اي بي ان اتش ار بي لقيته بيقول لي هنا ان التانل كرييتد امتى بقى له 14 دقيقه التانل دايما الدايناميك تانل بيبقى اكسبايرد بعد ساعتين بيبقى اكسبايرد بعد ايه ساعتين مجرد بس ما في ترافيك يتنقل تاني يبدا انه يتكرر تاني دايناميك ده تانل دايناميك يعني شويه يقوم وشويه يقع لو هو ان اكتف هيقع بعد ساعتين من الان اكتيفيتي تمام لو وقع بعد لو هو وقف بعد ساعتين وانا جيت مع الداتا هيتكرر تاني تمام وفي تانل ما بيني وما بين كمان ار 4 اوكي وهو كمان كرييتد بطريقه دايناميك عشان كده قال لي ان هو هيبقى اكسبايرد بعد كذا وعشان اوصل له هوصل له بالاي بي ده البابليك اي بي ده تمام طب لو رحت على ار 3 وقلت له شو دي ام في بي ان نفس الاوت بوت ما فيهوش اي مشكله طيب شو اي بي ان اتش ار بي لقيته ان هو شايف التانل بس الوحيد اللي هو مين ما بينه وما بين ار 1 سوري انا اسف ار 2 اللي هو الهيد كوارتر اوفيس واضحه حد تاني مني كده في حاجه ده فيز 1 كده الاو اس بي اف على فيز 1 تمام نوقع بقى الاو اس بي اف
وانزل تحت بس تحت الانترفيسز والغي الامر ده. فيس 2 بقى فيس 2 قلنا تاني فيس 2 طبعا مش هنبص على الديناميك على الاستاتيك مابينج خلاص عيب يعني نعمل الاستاتيك مابينج بايدينا هنبص دايما على مين الديناميك مابينج هتلاقي تقريبا ان الاوامر هي هي تانل سورس تانل سوري اي بي ادرس تانل سورس المود مولتي بروتوكول جي ار اي نتورك اي دي 1 2 3 الاوثنتيكيشن واللي هو الامر اللي بيسبورت الديناميك راوتينج صح مش هي دي شو رانينج على الانترفيس تانل 1 ادي الاي بي تمام اوثنتيكيشن مولتي كاست نتورك اي دي وادي السورس وادي المود يبقى معنى كده ان فيس 2 ما فرقش اي حاجه نهائي على الهب بالنسبه للاوامر اللي هتتكتب تحت التانل الفرق فين على البرانش تمام لو جيت دلوقتي مثلا على البرانش نقارن كده بين الاوامر اللي هنا شو اي بي شو سوري رانينج على الانترفيس تانل 1 تمام نقارن كده اي بي ادرس اوثنتيكيشن تمام المابينج تمام المولتي كاست لا مش واحده ثانيه واحده ادي الاي بي ادي السورس في امر هيتلغي وامر هيتحط وادي المود فين المود مش شايفاه معلش ده الامر اللي هيتلغي بقى الديستنيشن ده اللي هيتلغي وبداله هكتب الامر بتاع ايه انا قعدت على البرانشز هشغل بروتوكول الام جي ار بي الام جي ار بي يبقى معنى كده ان فيز 1 ركز معايا كده فيز 1 على الهاب راوتر استخدمت بروتوكول الام جي ار اي لكن على البرانشز استخدمت جي ار اي العادي لاني حددت ديستنيشن لكن في فيس 2 انا هلغي دلوقتي الامر بتاع الديستنيشن يبقى انا كده مش هشتغل جي ار اي وهكتب بداله الامر بتاع اي تانل مود جي ار اي مولتي بوينت يبقى انا كده هشتغل ايه ام جي ار اي لا جي ار اي عادي ايه ده انا بلغي جي ار اي وبشغل الام جي ار اي تمام هقول له هنا هشيل الديستنيشن تمام واجي هنا اقول له ان انا هشغل المود بتاع كوبي واشغل المود بتاع الجي ار اي مولتي بوينت ونفس الكلام بالظبط طبعا النتورك دي خلاص الماب خلاص الان اتش اس خلاص الكوميونيكيشن ايه هو ده بس الامر الوحيد اللي هيتلغي هنزل تحت الانترفيس تانل 1 والغي الديستنيشن واقول له ان انا هشغل بروتوكول الاكستنشن بتاع البروتوكول اللي هو المولتي بروتوكول جي ار اي تمام يبقى هما امر الحكايه كلها شلت امر وحطيت امر لو جيت دلوقتي على ار 3 على سبيل المثال وقلت له شو دي ام في بي ان علاقه كده دايناميك ما بينهم والعلاقه ما ده وما بين ده ستاتيك ستاتيك ليه تي ام في بي ان طيب انا هتراجع الانترفيس كده شوت داون نفلاب نفلاب بس الانترفيس الاول يا مجدي عشان يعملوا ريجستريشن تاني من اول استنى بس يا مجد الله يكرمك تقريبا المفروض
يفضل كده ولا ايه؟ طب خلينا نكمل للاخر لان انا فاكره انه كان بيديني دايناميك مع التاني كمان، المفروض يدي دايناميك مع التاني. خلينا نكمل للاخر ونشوف المفروض يدي دايناميك ولا لا. طب انا هو كان بيعمل ستاتيك ليه؟ لان ما هو ده اللي انا معترض عليه، المفروض ان انا اشوفه دايناميك. تمام، لاني فعلا شلت اصلا لا سور استنى، ما بيني وما بين السورس هيدي ستاتيك، ما بيني وما بين الهيد كوارتر هيدي ستاتيك، لاني الامر ده مكتوب، المابنج تيبل ده مكتوب. انما المفروض اللي انا كنت عايزاه ان انا اشوف العلاقه ما بيني وما بين البرانشز الثانيه كمان علاقه دايناميك، يعني هيتكري التانل ما بيني وما بين البرانشز الثانيه. نكمل كونفيجريشن جايز بعد ما اشغل الراوتر. هو ما جابش تانل، المفروض هنا ياخد اثنين. ايوه ما ده اللي انا بقول عليه، نكمل عشان المفروض دلوقتي اشوف ما بيني وما بين ار 4 كمان تانل دايناميك، ده اللي اقصده. تمام، نشغل كده الاول راوتنج بروتوكول. لو جيت دلوقتي اشغل راوتنج بروتوكول زي الاي اي جي ار بي على فيس 2، نشغله بقى كده. ها راوتر اي اي جي ار بي 1 نتورك عشرات نتورك 2 ار 3 راوتر اي اي جي ار بي 1 نتورك عشرات نتورك 3 ار 4 راوتر اي اي جي ار بي 1 نتورك عشرات نتورك، عايزه اشغله على 4. طبعا دلوقتي مش محتاجه ان انا اتست، لو جيت على ار 3 مش هشوف اي حاجه ليها علاقه بار 4 كده. المفروض ادجيسنسي بتقوم شايفه هم المسيرش انسس لوج كده، المفروض فعلا ان انا شايفه ايه بقيه الراوتر. تمام، ار 2 هشوف اللوب باكس بتاعت ار 3 وار 4، لكن ار 3 وار 4 مش هيشوفوا بعض. ليه؟ كان لازم اجي تحت ار 2 تحت التانل انترفيس 1 واقول له نو اي بي سبليت هورايزون اي اي جي ار بي 1 لغايه دلوقتي. تمام، المفروض دلوقتي ار 3 وار 4 يشوفوا بعض، ده نفس اللي انا عملته في فيز 1. شو اي بي راوت في عندي حاجه غلط ولا ايه؟ لا سيبك من الامر ده، شو رانين كونفيج على السكشن بتاع الاي او جي ار بي. كلهم على بعض مش شايفين بعض. is down retroy لا انا عامله حاجه غلط اكيد، لان في هنا مشكله في الادجيسنسي. في حاجه انا عاملاها غلط، مش هو المفروض عشان انت بعدين شايفه. ثواني يا مجدي، شو اي بي شو دي ام في بي ان، في مشكلة أصلا في التانل. في حاجة أنا وقعتها في التانل تقريبا.
IP address وادي السورس. المود نتورك اي دي سيسكو. طب وقف الفيديو الاول تاني شباب. مفيش اي حاجه في الكونفيجريشن غلط، كان تهليسه عادي. كل اللي انا عملته بس ان انا ما عملتش شت داون للانترفيسز ورجعتها تاني، فعمل ريجستريشن تاني من من اول وجديد. تمام. ايه عموما هو دلوقتي فعلا عليه شو دي ام في بي ان، دلوقتي فعلا شايفه من الاثنين بطريقه دايناميك مفيش مشكله. ولما قلت له شو اي بي راوت شاف فعلا الثلاثات والاربعات. لو جيت دلوقتي بقى على ار 3 وقلت له شو دي ام في بي ان، تمام شايف التانل اللي هو الرئيسي ستاتيك اهو. ولو قلت له شو اي بي راوت لقيت شفت الاربعات ولا لا، بس للاسف فيا مين. ده معناه ان لو قلت له تريس على الاربعات هروح عن طريق الهيد كوارتر وبعد كده هرجع. طب ايه ده؟ طب ما هو ده دمر لي كده فكره الدي ام في بي ان اصلا بتاعت فيس 2، لان فيس 2 قلنا ان ميستو ان السبوكس بتوصل لبعض صح. فعلشان كده ريكومندد بقى ان انا اجي على ار 2 عشان احافظ فعلا على الفيتشر بتاع دي ام في بي ان فيس 2 ان البرانشز توصل لبعضيها. هنزل تحت الانترفيس التانل واقول له اي بي نيكست او نو بقى نو اي بي نيكست هوب سيلف بالنسبه للاي اي جي ار بي اللي البروسيس نمبر بتاعها بواحد. يعني ده معناه ايه؟ بقول لار 2 يا ار 2 ما تحطش ما تحشرش نفسك ان انت النيكست هوب بتاع ار 3 وار 4 تمام. وبالتالي ار 3 لو قلت له شو اي بي راوت شاف دلوقتي الاربعات فيا مين دايركت 10.0.0.4. وبالتالي لو قلت له تريس على الاربعات راح لها دايركت ولا لا صح. عايز اشوف بقى دي ام في بي ان دي اللي كنت اقصدها يا بنتي. تقريبا كان لازم اخلص الراوتر بالكامل تمام، ان هو شاف الراوتر شاف الراوتر الثاني ايه كمان دايناميك. فيس 2 فيها مشكله تمام، انا كده شغلت راوتنج بروتوكول ايه ماشي وراوتر اي اي جي ار بي عشان نشغله بقى بالاو اس تي اف تمام. فيس 2 كده خلصنا الكونفيجريشن بتاعته، نشغل عليه راوتر او اس تي اف 1. حد يمليني بقى كده نتورك عشرات اللي تبع اريا 0 ونتورك اتنينات اللي تبع اريا 0. طيب ار 3 نتورك عشرات 3 اريا 0 ونتورك ار 4 راوتر او اس بي اف 1 نتورك كم؟ 10.4 تبع اريا 0. هيحصل طبعا نفس المادنس دلوقتي تبع اريا 0. طبعا المفروض لو رحت على ار 2 هلاقيت هبل ليه تاني؟ المفروض انزل تحت الانترفيس التانل 1 واقول له اي بي او اس بي اف نتورك بوينت 2 ملتي بوينت. نفس الكلام تحت الانترفيس التانل 1 واقول له اي بي او اس بي اف نتورك بوينت 2 ملتي بوينت واروح على ار 4 واقول له نفس الامر تمام. المفروض كده الدنيا بقوا نيبرز وكل حاجه تمام، بس المشكله ان انا لو رحت دلوقتي على ار 3 وقلت له شو اي بي راوت شفت الاربعات بالاو اس بي اف ولا لا؟ لسه فيا مين؟ فيا مين الهيد كوارتر صح؟ ده ما ينفعش. امال ميزه لير 2 ايه بقى؟ فيس 2 ايه؟ انا عايزاهم يوصلوا لبعض، لازم ساعتها اخلي نوع النتورك ما ينفعش بوينت تو بوينت. ما هو الديفولت كان بوينت، لا ما ينفعش لان بوينت تو بوينت هيعمل لي الهيصه دي تمام. بوينت تو بوينت ساعتها هيشوفوا ار 2 كبوينت تو بوينت مش هيشوفوا بعض دايركت. بمعنى يا مجدي ان لو قلت له هنا شو اي بي او اس بي اف نيبرز هم اساسا مش شايفين بعض، هم شايفين بعض ايه؟ عن طريق ار 2
هما دايركت كونكتد لار 2 انما مش دايركت كونكتد لبعض. حتى لو هيبعتوا الداتا بلين لبعض دايركت لكن برضو مش شايفين بعض دايركت. تمام؟ طب اعمل ايه؟ اختار نوع نتورك اساسا بتكون بتغير النكست هوب. انسب نوع نتورك لو نفتكر لما كنا بناخد الاوز بيفعل على الفريم ريلي، انسب نوع نتورك بيغير لي النكست هوب برودكاست. يبقى بلاش اصلا اني اخلي نوع النتورك بتاعتي بوينت تو بوينت، لا خليها مين؟ برودكاست. طبعا لازم اجي عليهم كلهم لان دلوقتي الاثنين مش كومباتبل مع بعض، فلازم اجي عليهم كلهم اخلي نوع النتورك بتاعتي برودكاست. بس ثانيه واحده، لو انا اخترتها برودكاست، البرودكاست بيحصل الكشن لدي ار وبي دي ار ودي ار اذر، صح؟ مين اللي كان مصد يبقى الدي ار؟ بالظبط. يبقى اجي تحت ار 3 وار 4، لاني لو قلت له هنا شو اي بي او اس بي اف نيبرز لسه بيحصل الكشن. لسه بيحصل الكشن. بعد ما يحصل الكشن ممكن انا وحظي ممكن الاقي الدي ار هو ار 3، ممكن الاقي البي دي ار هو ار 4. بص في حظي ايه؟ ار 4 هو دي ار على اساس ان ليه اعلى ريد، وار 3 بقى دي ار اذر، يبقى معنى كده ان انا البي دي ار انا وحظي. تمام؟ فده ما ينفعش. فكان لازم اجي على ار 3 وار 4 واقول له اي بي او اس اف، لان خدوا بالكم الدي ار ماست يبقى الهاب راوتر. ليه؟ لان كل الترافيك اصلا بيعدي عن طريقه في الاساس، الكنترول بلين بيعدي عن طريقه. فكان لازم اصلا تحت ار 3 وار 4 واقول له البريورتي بتاعتي بكام؟ بزيرو. طب اخلص بس دي انت الاول. تمام؟ لو جيت دلوقتي على ار 2 وقلت له شو اي بي او اس بي اف نيبرز، فعلا ار 3 وار 4 بقوا دي ار اذر. ممكن اعلي البريورتي على ار 2 بس مش محتاجه، يعني كده كده عليه البريورتي بواحد، لانه كان بيتعامل مع الشبكه ان هي كذا شبكه بوينت تو بوينت، كانت بتلاقيها داش. تمام؟ كنت بتلاقيها داش. تمام؟ لو جيت دلوقتي على ار 3 وقلت له شو اي بي راوت، شفت الاربعات فعلا فيا مين؟ 10.0.0.4. وبالتالي لو جيت اتريس رحت له دايركت. واضحه؟ تمام. تعالوا ناخد فيس 3. الغي بس الاول اللي انا عملته. طبعا احنا مش حاجه بسيطه، مش هياخد حاجه. اخلص بس الاول يا مانتي ثواني عشان بس ايه بركز في اللي انا بعمله، ما تلخبطونيش الله يكرمكم. بس هبقى معاك دلوقتي حالا واوقف الاو اس بي اف. سؤالك يا مادي قبل ما اكمل. ها؟ لا حاجه بقى عليك. لا خلاص، طالما حاجه عليك انت خلاص. لا فيس 3، فيس 3 هو نفس بالظبط الاوامر بتاعه فيس 2. تمام؟ هو هيفرق بس في امر زياده على كل راوتر. ايه هو؟ على الهيد كوارتر اوفيس هقول له اي بي ان اتش ار بي ريدايركت. ايه الريدايركت ده؟ ده معناه ان السبوكس هيروحوا الاول للهيد كوارتر، الهيد كوارتر هيروح باعت لهم مسج اسمها ريدايركت عشان بعد كده يوصلوا لبعض دايركت. تمام؟ واجي على البرانشز اقول له ايه؟ اي بي ان اتش ار بي شورت كات، روح شورت كات اصلا للبرانش اللي جنبيك. يبقى هاجي تاني على الهاب راوتر اللي هو ار 2 تحت الانترفيس التانل، كل شغلي على التانل. سوري. واقول له ريدايركت، واجي على البرانشز وانزل تحت الانترفيس التانل. تمام؟ واقول له ايه؟ شورت كات. وعلى ار 4 نفس الكلام تحت الانترفيس التانل واقول له نو شورت كات. تعالوا بقى كده نشغل اي اي جي ار بي. الاي اي جي ار بي بقى في 3 ده احسن مود تشغل عليه كل الراوتنج بروتوكولز اللي انت عايزها. ليه؟ يعني لو جيت اشغل دلوقتي اي اي جي ار بي، اي اي جي ار بي في 3. تمام؟ سيبكم من ده، ده غلط اصلا. كل اللي هعمله اصلا هنزل تحت الانترفيس واقول له نو اي بي سبليت هورايزون بس. طب تعالوا نجربها، تعالوا نجربها بس، شوف الذكاء بتاع فيس 3 احسن فيس انا بحبه فيهم.
راوتر اي ار جي ار بي 1 نتورك 10 نتورك 28 وار 3 راوتر اي ار جي ار بي 1 نتورك 10 ونتورك 38 راوتر اي ار جي ار بي 1 نتورك 10 ونتورك 4 تمام. لو جيت دلوقتي على ار 3 وقلت له ركز يا مجدي عشان دي مهمه شو اي بي راوت لقيت ان انا شفت مفيش حاجه لسه ناقص اني انزل تحت الانترفيس التانل قلنا تاني على ار 2 هنزل تحت الانترفيس واقول له نو اي بي سبليت هورايزون الخاص ببروتوكول الاي اي جي ار بي 1. لو جيت على ار 3 دلوقتي وقلت له شو اي بي راوت شفت الاربعات بس فيا مين اللخبطه دي بقى. طب ثانيه واحده لو قلت له تريس ثواني الاربعات رحت فعلا لمين للهيد كوارتر الاول صح بس لو جيت تريس تاني ايه ده انا رحت للبرانش على طول صح شو اي بي راوت ده انا لقيت ان الاربعات لسه صحيح شايفاها عن طريق النكست هوب الهيب اللي هو الهيد كوارتر اوفيس بس ظهر هنا برسنتج ده معناه نكست هوب اوفر رايت هيعمل اوفر رايت لنكست هوب وظهر عندي هنا انتري بروتوكول الاتش اس الان اتش ار بي بيقول لي اساسا عشان اوصل للعشرات اربعه ده يعتبر دايركت كونكتد عن طريق تانل 1. الداتا بلين بعد كده كلها هتتبعت ما بين ايه؟ ما بين الليست بوكس رغم ان في الراوتنج تيبل ظهر ايه؟ عن طريق الايه الهيد كوارتر لكن واقعيا الداتا بلين كلها توصل ما بينهم دايركت عن طريق بروتوكول ال ان اتش ار بي. ولو جيت قلت له هنا شو دي ام في بي ان لقيت اتنين تانل التانل الاولاني ده الاستاتيك ما بيني وبين الهيد كوارتر اوفيس وعشان اوصل للبرانش في عندي اتنين تانل دايناميك تانل 1 ودايناميك تانل 2 صح تمام. نفس الكلام بالظبط لو انا عملته دلوقتي على الاو اس بي اف نشغله كده بسرعه اوقع الاي اي جي ار بي ونشغل الاو اس بي اف تمام نشغل الاو اس بي اف كده بسرعه راوتر او اس بي اف 1 نتورك ونتورك 3 ونتورك ار 4 نتورك 10 4 نتورك اريا زيرو نفس المادنس اللي هيحصل فانا هنزل تحت الانترفيس التانل 1 واقول له اي بي او اس بي اف نتورك. على فكره هنا انا بقى مش محتاجه اي حاجه كل اللي فيها هحتاج هنا بوينت تو مولتي بوينت عادي جدا. ليه؟ مش محتاجه ان انا اعملها بروكاست واغير دي ار وبي دي ار والهيصه دي. تعالى اوريكم ايه اللي هيحصل. هنزل تحت الانترفيس تانل 1 اي بي او اس بي اف نتورك بوينت 2 مولتي بوينت انترفيس تانل 1 واخلي نوعه بوينت 2 ايه مولتي بوينت. طب ثانيه واحده لو انا جيت هنا على ار 3 وقلت له شو اي بي راوت انا عايزه الاربعات ظهر تاني تمام فيا مين. طب ايه اخلي نوع شبكه بروكاست لا ولا الهوا مش محتاج لاني كده كده لو جيت اروح اساسا للاربعات اول مره هروح للهيد كوارتر لكن بعد كده الداتا بلين كلها هتتبعت ما بين الاسبوكس دايركت يبقى انا اصلا مش محتاجه ان انا اغير نوع النتورك بتاعتي تكون برودكاست تمام.
وباكد تاني كل ده، والراوتر الصعبان عليا اللي فوق خالص بتاع الاي اس بي ولا يعرف اي حاجه عن اللي بيحصل ده، بياخد فلوس بس. تمام، الراوتر ار 1 مش محتاج حد ياخد فلوس، ده اي انترنت كونكشن تقدر تعمل ده ان شاء الله على انترنت كونكشن. المهم يبقى في كونكتيفيتي ما بين ار 2 وار 3 وار 3 وار 4 كبابليك اي بي. بعد كده الباقي كله انت كريته بمزاجك. احنا اتفقنا ان ميزته ان الاوفرلاي كنترول بليد منطق منفصل تماما عن الاندرلاي كنترول بلين. صح، في اي مشكله في الجزء ده يا شباب؟ خلاص تمام، انت بسيطه كده لو عايز تعمل ديباجنج في امر الديباج ان اتش ار بي. تمام، ده مكافئ بالظبط لو انت قلت له ديباج، ده يعتبر حتى شورت كات لي اساسا، ديباج دي ام في بي ان ديتيل تقريبا. لا في واحد مش فاكره، وما كان في امرين كده مكافئين لبعض تقريبا في الملف. ديباج دي ام في بي ان باكيت ان اتش ار بي وايكوفالنت لديباج ان اتش ار بي، بس انا اساسا الامر ده مش سبورتد هنا. تمام، على حسب الاي او اس يعني. تمام، في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ مصيبتي دلوقتي لغايه دلوقتي حتى هذه اللحظه اني لو جيت على ار 2 على سبيل المثال اي راوتر، وجيت ادخل على راوتر تاني، سي دلوقتي هفتح هنا لاين دي تي واي، هفتح التلنت لوجن لوكال وكاري يوزر نيم مثلا عبير وبريفليج 15 باسورد 123 تمام. لو جيت من ار 2 دلوقتي اتلنت على 4444 وتعالوا نعمل كابتشر كده للداتا، انا بتلنت دلوقتي من ار 2 لار 4 ستارت كابتشر بالظبط، الاقي فعلا كل حاجه كلير تكست. واطلع الداتا كان هي طالعه من السورس لوب باك 2 مثلا، سورس انترفيس لوب باك 2 وكاني بعمل كونفيجريشن. تمام، لو جيت كده بقى استوب الكابتشر كفايه اللي انا جمعته، جيت هنا كابتشر الداتا في تي سي بي اهو من اتنينات لاربعات فولو تي سي بي، يبقى انا كريت تانل. بس المشكله ان الابديت كله ايه، سواء الكنترول بلين او الداتا بلين الاتنين كلير تكست، عشان كده محتاجه اشغل ايه دلوقتي بقى الاي بي سيك. يبقى انا عايزه دلوقتي نركز كده ازاي ان انا اشغل الاي بي سيك اوفر دي ام في بي ان. هوقف ده بقى ونعمله في فيديو لوحده عشان بس ايه ما يبقاش كبير قوي.